بكم فيديو جديده. اليوم بغيت نبارطاجي معكم دو ريسيت غاتو دانيفيرسير اي بوب كيك. خليكم معايا نحط المقادير ونبداو. بون باش نحضروا البوب كيك ديالنا غادي نحتاجوا لي كيك بحال هكذا. انا شريتهم، تقدروا تعملوا اي نوع ديال الكيك وتستعملوه. عندي هنا الكريم تشيز، تقدروا تعوضوه بكيري او لا فيلادلفيا لانه هو باش غادي نجمعوا الكيك ديالنا. غادي نحتاجوا الشوكولا بلون، نحتاجوا دي باطون باش نعملوا لا ديكوراسيون، واحد الكولورون بلو. بون الطريقه غادي نحاول نفرتو هذا الكيك ديالنا، نفرتوه بيدينا ابخي نعملوا لا ماشين. بون انا حطيت الكيك ديالي في لا ماشين، اللي ما عندهاش لا ماشين تعمل غير بيديها، تفرتو مزيان. بون هاد الكيك ديالي من بعد ما تفرتت بحال هكذا، انا عملت واحد 140 غرام. بون على حسب الاشخاص ما نقدرش نقول لكم بالضبط، غير هو ملي كيتفرتت هكا كديروا عليه هذا الكريم تشيز، كديروا كتستعملوا مثلا واحد جوج معالق كبار حتى تشوفوا واش تجمع ولا لا. بون من بعد ما عملنا الفخوماج كان كيولي الخليط ديالنا بحال هكذا، خصو يكون ساهل باش كيتجمع، باش الا بغيتو ديروه مكويرات كيتجمع بحال هكذا. بون من بعد ما كورتهم خرجوا لي 16 وحده. لي طاب الثانيه اننا كناخذوا شويه تاع شوكولا بلون كنحطوه في لو باطون هكا راس ديالو، ومن بعد تنضغطوا عليه بحال هكذا باش كيقبط مزيان بحال هكا. بون من بعد ما حطيت لي باطون في هذاك البوب كيك غادي ندخلهم الثلاجه واحد الساعه باش يقبطوا مزيان، وغادي نخرجهم ونكملوا الطريقه. بعد ما خرجنا لي بوب كيك من الثلاجه كما كتشوفوا كيقبطوا مزيان، تقدروا تهزوهم بحال هكذا. ذوبت شوكولا بلون، غادي ندير كلك غوت ديال كولورون بلو بحال هكذا. دابا غادي نغطسوهم في الشوكولا اللي فيها الكولورون بحال هكذا، نتسناو حتى يقطر مزيان عاد نعملو لا ديكوراسيون. بون من بعد ما غطست البوب كيك في شوكولا بلون نزوقوهم هكا. بحال هكذا نحطوهم كومسا. زوقنا لي بوب كيك ديالنا غادي ندخلهم ثاني الثلاجه باش قبط فيهم هذاك الشوكولا. بون باش نحضروا لا جينواز ديالنا غادي نحتاجوا 4 تاع البيضات، غادي نحتاجوا 200 غرام ديال سكر سنيده، واحد 200 غرام ديال الطحين غرب الماه، غادي نحتاجوا واحد ساشي ديال خميره وساشي تاع فاني، انا ما عنديش لي ساشي غندير امتي دكويير، وقبيزه تاع الملح. بون اول حاجه غادي نعمل غادي نحط البيض 4 تاع البيضات، غادي نضيف لهم 200 غرام ديال سنيده، وانتم حطوا معاهم واحد ساشي تاع فاني. بون الطريقه انني غادي نطبخ هاد العناصر هادي حتى تضاعف الحجم ديالها، وخليكم معايا. ما طربت الخليط ديالي تولي بحال هكذا،
كيتضاعف الحجم ديالو تطربو واحد 5 دقائق. تقدروا تطربوه كذلك في الطرب اليدوي ماشي لازم هاد ماشي. دابا غادي نضيف له الطحين. بون دابا غادي نضيف له الطحين. غادي تضيفوا له واحد الساشي ديال الخميره بحال كبيسه تاع الملح. صافي نحطوا كلشي في خطره. بون لا جينواز هكا تتكون. انا غادي نفرقها على جوج. تقدروا تعملوه في ام ولوغون ومن بعد تقطعوه. انا غادي نفرقها على جوج. بون كيما شفتوا لا جينواز قسمتها على جوج. بغيت نعمل الكاطو ريكتانبل بحال هكذا وغادي ندخلهم للفران على غادي ديجا كيكون سخون على 170 درجه اولا 180 حتى كيطيبوا وغادي نوريكم الشكل ديالهم. بون من بعد 15 مينوت تنجربوا الكيك واش طايب. دونك ما كيطلع والو صافي ديغ راه طايب. بون دابا غادي نقطع هذا لا جينواز ديالي بهذا اللومو اللي عندي محلوف. بون لا جينواز قطعتها هكا. غادي نطرب لا كريم ونرجع معكم. بون دابا غادي نكمل التحضير ديال كاطو دانيفرسير. اول حاجه غادي نطرب لا كريم فريش. درت هنايا واحد 500 ملل ديال لا كريم فريش. غادي نطربها وخليكم معايا. من بعد ما طربت لا كريم فريش غادي نهز منها شويه باش غادي نحطو في لي كوتي ديال الكاطو بحال هكا واحد 2 كويير. بون هنايا دوت واحد 100 غرام ديال الشوكولا بلون. غادي نخلطها مع لا كريم فريش باش تولي موس وشوكولا بلون. دابا غادي نخلط. بون دابا ملي حطيت هاد لو كادغ هذا غادي نحط لا جينواز. نحط الطبقه الاولى بحال هكذا. اول حاجه غادي نعملها اللي مهمه بزاف اللي ماخصكم تنساوها وهي انكم لازم تسقيوها. لازم تسقى مزيان بالحليب كوم سا كتجي طريه بحال هكذا. غادي نسقيها كلها ونوريكم الطريقه اللي من بعد. من بعد ما سقيت لا جينواز ديالي بالحليب دابا غادي نحط فيها شويه ديال لا كريم باتيسيير اللي ديجا انا بارطاجيتها معاكم بحال هكذا شويه. من بعد ما حطيت لا كريم باتيسيير في فوق لا جينواز غادي ندير نصف ديال لا موس شوكولا بلون نص ديالها. من بعد ما حطيت لا موس شوكولا على لا جينواز غادي نحط فوقها لي فخوي. عندي هنايا لي بانا اللي قطعتهم وعندي مشماش كذلك. حطيت عليها لا جينواز الثانيه وبيان سور حتى هي غادي نسقيها بالحليب وخليكم معايا. ودابا من بعد ما سقيتها ثاني بالحليب غادي نكمل لا موس شوكولا بلون نديروها بالفوق كذلك. نحط لا كريم في الجناب هكاك حتى نكمل كلشي وانتوما معايا.
باش نعمل بحال تيغان دو فوت. غنعمل هاد الكوك هذا غادي نعملو في ان ساشي بحال هكا، غنضيف عليه شويه الماء وكولورون فير كوم سا باش يعطينا داك بحال الكازون ديال التيغان، غير واحد شويه جوج معلقات كبار ديال الماء اي كولورون في الفير طول كولورون. نوق الكاطو ديالي بون. هذا هو الكاطو ديال ولدي كما قال لي بغا تيغان دو فوت، كنتمنى يعجبو وكنتمنى كذلك تجربوه لوليداتكم علاش لا. خليكم معايا. الفيديو ديال اليوم تعجبكم، كنتمنى تعملوا هاد الكاطو هذا لانه فريمون كيجي لذيذ، كنتمنى كذلك تجربوا لي بوب كيك، كنتمنى الفكره اللي عملت لولدي انها تعجبكم، كنتمنى كذلك تعجبوا لا سوربريز اللي عامله له. كنتمنى كذلك الى عجبتكم لا فيديو تخليوا لي دي لايك، تبارطاجيو لا فيديو مع الناس. كنشكر بزاف الناس اللي تابونوا معايا وكنقول لهم ميرسي بوكو، كنقول كذلك ميرسي بوكو بور 2000 ابوني، فريمون فرحت بزاف ميرسي بوكو. ما تصورش قداش الفرحه ديالي. وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الناجي ان شاء الله. كرو بيزو.